أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة على كلمته والآن أعطي الكلمة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وسمو ولي العهد على استضافه هذه القمه الهامه وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لانجاحها. السادة الكرام، ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لايجاد حلول عادله وواقعيه للقضايا العالميه باحترام ما استقر في وجدان البشريه من قيم واعراف ويدرك الجميع انه لا امن ولا استقرار ولا تنميه في ظل النزاعات وان احتكام اطراف النزاعات لاحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحده يوفر على شعوبها وعلى الانسانيه جمعاء الكثير من الضحايا والماسي ولكن كما هو معروف فان القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم الا من تدفعه مبادئه او محدوديه قدراته للالتزام به ومنذ نهايه الحرب البارده تتحاور الدول حول ضروره وجود تحالفات لقوى دوليه ملتزمه بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحده وقادره على فرض هيبتهما على نحو غير انتقائي بحيث لا تخضع لا تخضع لمصالح دول بعينها او توجهاتها الايديولوجيه او ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الان ندرك جميعا ان الازمات والحروب في اي منطقه تؤثر على العالم باسره وللحرب في اوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين فقد ساهمت هذه الحرب في, مفاقم في مفاقمه ازمه اقتصاديه قد تؤدي الى كوارث انسانيه، ولا سيما حاله الدول الناميه المستورده للغذاء والنفط. وفي هذا السياق فان دوله قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها الجهود السياسيه لانهاء هذه الحرب، لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقه والعالم لضمان التدفق المستمر لامدادات الطاقه. سادة الكرام إننا نؤكد على أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها ولا يخفى على أحد الدولة المحورية للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط والعالم إن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقه الخليج والشرق الاوسط عموما مخاطر التسلح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقه في استخدام الطاقه النوويه للاغراض السلميه وفقا للقواعد الدوليه كما نؤكد على ضروره حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه وتعزيز المصالح المشتركه والمشاركة في تحمل المسؤوليات. إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حلاً عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوبنا شعوب عالمين العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع. لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثلة في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينة القدس واستمرار فرض الحصار على غزة ولم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات القائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتفضيل سياسه القوه وفرض الامر الواقع على مبادئ العداله والانصاف. لقد اجمعت الدول العربيه على الرغم من خلافاتها على مبادره سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعا اذا وافقت اسرائيل على تسويه بناء تسويه بناء على قرارات الشرعيه الدوليه التي تقضي بالانسحاب الى حدود عام 1967 ضمن اتفاقيه سلام، ولا يصح ان نتخلى عن مبادراتنا لمجرد ان اسرائيل ترفضها. ولا يجوز ان يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور اسرائيل رفضها والزياده في التعنت كلما قدم العرب تنازلات. وكما ان لاسرائيل راي عام فان لدينا ايضا في العالم العربي راينا العام. إننا نتطلع إلى دور فاعل للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليها المجتمع الدولي، بحيث لا يكون المقصود تفاوضاً من أجل التفاوض، ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية. ساد الكرام. إننا نثمن الهدنه بين الاطراف اليمنيه ومبادره المملكه العربيه السعوديه الى طرحها ونتطلع الى استمرارها حتى التوصل الى حل لهذه الازمه وفقا للمبادره الخليجيه والياتها التنفيذيه ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الامن وعموما يجب ان نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الازمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول ومنها حصر ادوات العنف بين يدي الدوله والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصه فقد تتجاوز المحاصصه الشراكه في التمثيل السياسي الى تقاسم الدوله ومؤسساتها كانها غنيمه وبحيث لا تعود قادره على القيام بمهامها. هذه المبادئ تصلح ايضا دليلا موجها في العراق ولبنان التي تعيش ازمات من نوع اخر. وبالنسبه لسوريا لا يجوز قبول الامر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري وعلينا جميعا العمل من اجل التوصل الى حل سياسي وفقا لمقررات جنيف واحد. بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وفيما يتجاوز مسؤولياتنا الاقليميه لا ننسى مسؤوليه المشاركه في مواجهه التحديات التي تواجه الانسانيه جمعاء ومنها قضيه التغير المناخي. ونتطلع ان يحقق مؤتمر الامم المتحده كوب 27 القادم في جمهوريه مصر العربيه توقعات المجتمع الدولي في هذا الشان. ادعو الله تعالى ان يكلل اعمال هذه القمه بالنجاح والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته